يوم احتفل بالتذكار السنوي الاول للراحله الكريمه العزيزه فتاه شادو عزيز. ولما بتذكر احتفل بالتقل زي ما يقول الكتاب انظروا الى مهالك سيرتهم تتمثل بايمانهم. نتذكرهم عشان يكونوا مثال لينا نتبع خطواتهم. وفعلا الحقيقه كلنا نشهد ونعرف ان مدام شادو كانت مثال للمراه والام الفاضله والتقيه والمنتصفه بالكنيسه والمنتصفه بالمذبح وبالتناول وبالخدمه باستمرار. كانت عظة صامتة يمكن أبلغ من أي عظة نقدر نقولها، وكأن الإنسان حمل بيقول مع عمران في المزمور: وأما أنا فخير لي الالتصاق بالله والأبعد عن رب التاني في كل حين. مادام شادو كانت بتخدم في العشريات أيضا مع عمران المدلمي وبتعزي باسم الكنيسة، باسم الآباء الكهنة، عشان ده مثلا المؤمنين، كل العاملين في الكنيسة والخدام والخادمات، بنعزي الأسرة، ابنها الدكتور باسم، زوجته دينا، بناتهم جلوريا وإلينور، متواجدين في الولايات المتحدة في أمريكا، وأيضا ابنها العزيزة الخادمة معانا في هذه الكنيسة، قريبة من قلوب الجميع، مهندسة حنان. ربنا يسلمك وربنا يعزيكي، وايضا انها ابن المهندس حنان جورج كليه الطب، ربنا يعزيك يا جورج تفتكر ربنا يسلمك ويكون معاك، وايضا والد جورج الدكتور ايهاب وهبه طبيب العيون وايضا عضو مجلس الشيوخ عام القاهره، ربنا يعزيهم جميعا. وايضا في للمنتقل المدام شادو عزيز اخوات اخت من مصر هنا منتقله في القاهره واخت من مصر موجوده ربنا يعزيها، وايضا ثلاثه اخوات